اليوم تاريخ 23/6، انتاج عنب. هذا الصنف اسمه ايطاليا. ايطاليا هذا صراحة جميل، سكري جدا، عالي السكر، عالي سكر، وش اقولكم يعني قوي قوي بمعنى الكلمة، يعني حتى لون العنب غير ما شاء الله. شوف هذه ما شاء الله، ما شاء الله جميل صراحة جميل. نفس هذا الكبير، شوف شوف هذا، هذا نوع ثاني بعد. هذا عندك العنب، وهذا بعد نقصه، وهذا نقصه. شوفوا هذا النوع ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا الخيرات. شوف هذا النوع، هذا سكر سكر عالي الجودة صراحة بأمانة، هذا أحلى شيء أنا عندي، ممتاز جدا ما شاء الله. ترسة السلة نوع أشكال، ترسة السلة، شوف السلة ما شاء الله. شوفوا إنتاج اليوم تاريخ 23/6/2024 ما شاء الله.